السلام عليكم وحياكم الله. تحديدا نحن الآن في حي الرصيفة، أحد الأحياء القريبة من محطة قطار الحرمين. ننتقل معكم إلى الحرم المكي الشريف عن طريق حافلات مكة للنقل الترددي، وهذه أحد محطاتها بجانب قطار الحرمين. الحرم عن حي الرصيفة تقريبا 5 كيلو. أمامنا الآن ساعة مكة في هذا الاتجاه، محطة حافلات مكة. طبعا حافلات مكة للنقل الترددي بين الأحياء وبين الحرم المكي الشريف. نحن الآن في محطة حافلات مكة الموجودة بجانب قطار الحرمين، محطة قطار الحرمين القادمة من القرى 39. The next station is Amarpura 39. وصلنا الآن إلى نفق السوق الصغير تحت ساحات الحرم. ننتقل معكم الآن إلى ساحات الحرم. تبقى على أذان المغرب دقائق وراح ننقل لكم الصورة بإذن الله من الحرم المكي الشريف. طبعا انتقلنا من حي الرصيفة عن طريق حافلات مكة، الآن وصلنا إلى ساحات الحرم المكي الشريف عبر نفق السوق الصغير. ننتظر معكم دقائق أذان المغرب. ما شاء الله وصلنا إلى ساحات الحرم من أمام باب الملك فهد. ما شاء الله، طبعا قبل أذان المغرب في دقائق ننتقل معكم إلى المصليات الخارجية في الساحات أمام باب الملك فهد. ما شاء الله تبارك الله، أهلا وسهلا، حياك الله. هذه ساحات الحرم، الجميع في انتظار صلاة المغرب من الساحات الجنوبية للحرم المكي الشريف. الآن دقائق على أذان المغرب. نحن الآن في الساحات الجنوبية للحرم المكي الشريف في انتظار أذان المغرب. بإذن الله راح تكون جولتنا في الساحات الخارجية، وبإذن الله بعد صلاة المغرب راح ننتقل معكم إلى الأدوار العلوية. أشهد أن لا إله إلا الله.
بعد أذان المغرب ننتقل معكم إلى أحد المصليات في الساحات الجنوبية من أمام باب سلم الشبيكة. راح يكون صلاتنا في أحد المصليات أمام تقريبا باب 73. نعم الجميع هنا في انتظار صلاة المغرب، ما شاء الله تبارك الله. نشاهد صفر الصائمين على امتداد الصف الأول والصف الثاني. نحن الآن في توسعة الملك فهد الدور الأول. هي المنطقة لتوزيع إفطار الصائمين بعد صلاة المغرب. ما شاء الله تبارك الله. ننتقل معكم إلى سطح الحرم. ساحات الحرم المكي الشريف وتحديدا من أمام توسعة الملك عبد الله. في هذه الساحة الواحدة ننتظر صلاة العشاء. تقريبا على هذا الصوت باقي ربع ساعة على أذان العشاء.